اللهم إني أسكن في المغرب وأنت أرحم الراحمين. يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم عنا رياكشن لواحد الرابر اللي ماشي جديد، ديجا صورنا على هذا الرابر هذا اللي سميتو كلايب. كيف ما كنشوفو في العنوان التراك القرصون المقدس، اللي قصد بالقرصون كيف ما شفنا كاملين في ستوريز ديالو هو كارسون الدراري، هو السليب، هو الاونو، المهم شي حاجه بحال هكا. وكيف ما شفنا بان هذا التراك هذا غيكون عباره عن كلاش من الدوله، كلاش شي رئيس، ما عنديش شي معلومات محدده. غنسمعوا التراك ونفهموا، وتحيه للشعب التونسي من المغرب ديما خوا ونمشيو نتمزكوا التراك باش نفهموا البلان الخوت. واللي اول مره كيشوف هذا الوجه هذا هو الدابي من واحد لايك فركاع اكبر سبسكرايب. يلا ما نطولش عليكم، مشيو نتمزكوا باش نفهموا البلان. على بركة الله نبداو. انا عندي اقتراح، تسني شنو يقول لي شنو صحي؟ نحن 12 مليون و 13 مليون منش برشا خويا، فرقونا 5-5 على الدول، كل دوله تاخذ شوي وفوكروها البلاد هذيا دلاع ولا بطيخ ولا خضروا الثانيه نتاعنا، ما تنجحش البلاد هذيا والى يوم يبعثون. انا الدراري بان لي بحال كيكلاشيو الدوله، يعني كيكلاشيو الرئيس اللي كيقول لهم شحال من حاجه، يعني عاد نعملوا ونفعلوا ونفعلوا ونفعلوا، ما كيصدق من داك الشيء والو. دونك كيبان لي هنا كلاش هنا الرئيس، نكملوا باش نزيدوا فيهم اكثر. مايش باش تعني سياسه العفن، نقول في ماناش لبسونا الفن، ذبحوا الشعب ما رحموناش، شويناهم بالفن وما قدوناش، مشاكل وخنان بطبيعتهم ما يلعبوناش. سياسة العفن تقول في ماناش لبسونا كفن، ذبحوا الشعب ما رحموناش، شويناهم بالفن وما قدوناش. دراري واحد القضية كان فهم من العنوان القلاصون اللي هو الكارسون الدراري ولا السليب، اقصد به بالدولة ديال القلاصون ولا الرئيس ديال القلاصون. القلاصون تقصدو به الخنز ولا الفن، داكشي اللي يقصدو به. مشاكل وخنان بطبيعتهم ما يلعبوناش، في بلاد الدسيسي والغورة قسمونا بالكورة، لمفخفخنا كل حالة شيطان نقح ونحرف صورة، مالا دورهم للمحصورة، دولة صنهم عنا منشورة، عمل العارف المجلس ستة وغزوة تولي مشهورة، صار محارب رافعة وبدير عقاب نيك كل في مجمع، نخمال ولاد الحرب غدرهم في التراب نيكم متجمع، حكومة خراب وحدكم سراب خليتو الشعب يدمع، والابليكاسيون عذاب سكرتو الباب عايشتونا في القمع. انتم مشكون انتم مشكون انتم احسب الكسون، انتم ارتدوا شعب التونسي بالشر، انتم عنصر مجلس نواب الشعب. كيف شفتوا كلاي بي بي جي عنده واحد الهيبه في الصوت ديالو ماشي عاديه، كلاش غيكون عباره عن فري ستايل كيف ما كتشوفوا. كملوا باش تزيدوا نفهموا اكثر. ظلمي بون في قنايك قيسون، في الرجاله ماتوا في الكامور، ولا ما تسمع شكله من مقرنه والبوسي وك الشيخ ما لم يبون، ديما كلاديتور ضد الظروف نيك الدوله سيستم حلو، فوق البوسي وتعب المخلوف والكلسون على برا برا، قلبي جلد عليكم ما يروف شعبك معطوط على ما يخوف، نيكتو دوله كل شي مكشوف الستر نتاعكم متعرق، حاربت الدوله وزيد عايشين معل حشيتو لهم ولي لعيد، نيك في النظام وكل ما نعود الكار يطيشوا سبي ورا الحديد، طيب حلف ولا نقطع عليهم الصره في عذر عصبه حطوا ديد نقدر حبس وما هربتش برا وهز ضربوا بيبي جديد ضربوا بيبي جديد. انا نسكن في تونس وديما عندي دعوه، انا بطبيعتي كاتب على الموتور بتاعي اللهم اني اسكن في تونس وانت ارحم الراحمين. اللهم اني اسكن في تونس وانت ارحم الراحمين، اللهم اني اسكن في المغرب وانت ارحم الراحمين. تشرف البومهي ما فهمش علاش خام جاتو. بومايي يا كلاي رد بالك من الكلسون المقدس وظهر لي بشنيك والحبس انا وياك مرة هذي، ولت نزلتي فرد زنزان انا وياك. ديدي كاس العبد اللي مش نقطعونه من كلاسنا هم ونتحونت با 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 انا عندي اختيار الدراري كيف ما شفتو كلاشنا الدولة كلاي بي بي جي كلاشنا الدولة الدراري، يعني كتوعدهم اللي غاتمل لهم غاتمل لهم بزاف الحاجات وغنعطيكم فرص ديال الخدمة وغنعمل لكم مشاريع وكذا، في الاخر كيصدق ما كاين والو. المشكل ماشي في الدولة الدراري، المشكل في هادوك اللي دايرين بين الدولة
يعني كيلعبوا اللعب ديالهم مزيان وكيضربوا الضربه ديالهم صحيحه الدراري والشعب راه ماشي مكلخ الشعب عارف شنو كاين وعايق وفايق دونك هي كاين العين دميكا والسلام كلاي بي بي جي جاب شي كلاسي الناس اللي ما كتشوفيش بالوعد ديالها وفي نفس الوقت باش يدافع على الشعب ويدافع على الحقوق ديالهم لان الا ما كانش الشعب كامل ما قدرش يهضر ولا كامل مقموع كاين واحد الحاجه سميتها الراب اللي فيها حريه التعبير يقدر يعبر على الوضع ديالو كيف ما بغى وهادشي اللي شفنا في التراك ديال كلاي الصراحة الصوت هذا كيتعطر لينا بزاف ولكن فاش كيخرج شي حاجة كيخرج شي حاجة اللي مقودة الدراري بالرجولة التراك مزكنا نغمنا الكليب مخدوم مزيان واخا مخدوم في بلاصة وحدة شني مخدوم مزيان الموفمون ديال الكاميرا عجبني بزاف وحتى الطريقة ديال اللي وزعوا به هذه الموسيقى هذه ولا اللي رابا به هذا كلاي بي بي جي كانت واعره بزاف كانت فيها واحد النوع ديال الهيبه الدراري بالرجوله خدمه نقيه مزيانه وفريستايل زوين وتحيه للمنظمين بارو تحيه للشعب التونسي كامل ديديكاسي لهم بواحد واحد وهنا كنكونوا سالينا الرياكشن ديالنا نتمنى الاعجاب ديالكم وبحال دائما ما تنساوليش واحد اللايك واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد وكان معكم زيد رياك نتلاقاو في رياكشن جديد ان شاء الله السلام عليكم. اللهم إني أسكن في المغرب وأنت أرحم الراحمين.